اللجنة الاقتصادية المصغرة تجتمع برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء، واللجنة تناقش الآليات المناسبة لمنع ارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية في الأسواق ووضع نظم وضوابط رادعة بحق المتلاعبين بسعر الدولار في السوق السورية. هذا وقد درست اللجنة إمكانية زيادة الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية من خلال توفير سلل غذائية تلبي احتياجات الأسرة السورية وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إنه تم منذ اليوم بيع قطع أجنبي بالدولار لمؤسسات الصرافة بسعر 247.50 ليرة سورية، على أن تقوم هذه المؤسسات ببيعه بسعر 250 ليرة سورية. وإن التدخل سوف يتم على الأقل مرتين في الأسبوع، ويمكن للمؤسسات أن تبيع القطع الأجنبي المباع لها للمواطن للأغراض التجارية وغير التجارية ضمن إطار التعليمات. وعرض الدكتور ميالة مشروع قرار للتعويض للمواطنين عن انخفاض القوة الشرائية لإيداعاتهم في المصارف، وقال إنه ستتم مناقشة هذا المشروع مع المصارف العاملة بعد أن تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة. ميالة عرض أيضا مشروع تجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية واقتراح الغرامة والسجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من يخالف هذا المشروع بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق.